هل صلاة الجمعة التي نصليها الآن لا تسقط صلاة الظهر على المذهب الشافعي؟ أيوه، عند الشافعية صلاة الجمعة لا تسقط الظهر إلا بشروط قوية جدا. صلاة الجمعة فرض منفصل عن الظهر عند الشافعية، خاص بيوم الجمعة. ومتى تسقط الظهر؟ إن لم يصلي فيها إلا مسجد واحد في القرية كلها. فهمت؟ يعني القرية كلها ما فيش فيها إلا مسجد واحد بيصلي جمعة، لو صليت في المسجد ده يبقى الجمعة تسقط الظهر. واضح؟ ده عند مين؟ الشافعي. طب لما تعددت الجمعة، لأن أيام النبي كانوا لا يصلون ظهر مع الجمعة، ليه؟ لأن كل المساجد في المدينة وحول المدينة تغلق وكله يصلي خلف النبي إيه؟ في مسجده الشريف. فقالوا إن هيئة صلاة الجمعة أيام النبي التي أسقطت الظهر غير الهيئة التي تعددت فيها الجمعة لكثرة المساجد. فحصل مناقشة بين العلماء. الأحناف هو ما عليه الناس العوام، قالوا إيه؟ قالوا الجمعة تسقط الظهر مطلقا ولو تعددت المساجد، وده اللي عليه معظم الناس، بيصلي الجمعة ويصليش الظهر خلاص، مش كده؟ ده مذهب الأحناف، ريحوا نفسهم وريحوا الناس، رضي الله عن الإمام أبي حنيفة. كويس؟ المالكية قالوا لا، الجمعة التي تسقط الظهر هي في المسجد القديم، أما أي مسجد نشأ حادثا على القديم يصلوا ظهر وجمعة. يعني في مصر في القاهرة يبقى الجمعة التي تسقط الظهر على مذهبهم جمعة عمرو بن العاص، مسجد عمرو بن العاص، لأنه أول مسجد أنشئ في مصر هو ده المسجد القديم. يبقى المالكي لو صلى في مسجد عمرو الجمعة ما يصليش ظهر، صلى في أي مسجد تاني يصلي ظهر، يبقى جعلوا الجمعة للمسجد القديم. يبقى حتى المالكية قالوا إن الجمعة لا تسقط الظهر إلا بشروط برضه. الأحناف قالوا من غير شرط، هي تسقط يوم الجمعة ظهرها هي صلاة الجمعة وخلصنا، الأحناف ريحوا نفسهم. وده اللي انتشر عند الناس كلها واللي ماشيين عليه بقالهم سنين طويلة وقرون عديدة. فهمت؟ لكن الملكية قالوا لا، الجمعة في المسجد القديم. يعني انت في مكة صليت في مسجد الكعبة الجمعة يبقى ما تصليش ظهر. طب انا صليت في المسجد اللي جنب الفندق بتاعي مش الكعبة، يبقى في الحالة دي اعمل ايه؟ على مذهب الملكية هصلي ظهر وجمعة. فهمت؟ انا في المدينة المنورة، يا رب يجمعنا هناك ان شاء الله. صليت في مسجد النبي، مسجد النبي لحكم وجود النبي في مدة عمره المالكية قالوا إن كان ليس أول مسجد القديم في المدينة، لأن أول مسجد ننشئ قباء قبل مسجد النبي، لكن اللي استمر النبي في صلاة الجمعة فيه طول عمره إلى أن توفاه الله كان مسجده، وبالتالي قالوا إن المسجد النبوي ومسجد قباء في الإيه في الجمعة يسقط الفريضة، يسقط فريضة الظهر. طب صليت في أي مسجد تاني ذي القبلتين أو أي مسجد تاني جنب الفندق بتاعك في المدينة غير المسجد النبوي ومسجد قباء تصلي ظهر؟ ده رأي مين؟ السادة المالكية. الشافعية قالوا لا، الجمعة لمن سبق، يعني اللي سبق بتكبيرة الإحرام الله أكبر انعقدت جمعة مسقطة للظهر إذا تعددت المساجد. طيب وأنا الوقت هعرف منين إن الجمعة دي هي اللي سبق فيها الإمام؟ أنا ما أعرفش، وطالما أجهل فالكل يصلي جمعة وظهر عند الشافعية كده. بس الجمعة المسقطة للظهر هي لمن سبق، ولعدم العلم بمن سبق يبقى وجب على الكل أداء الظهر بعد الجمعة. عشان كده كان زمان زمان كان المساجد الشافعية في مصر، حتى الأزهر نفسه كان فيه رواق شافعي ورواق حنفي ورواق مالكي ورواق حنبلي، لذلك كانوا يصلوا في رواق الشافعية الظهر بعد صلاة الجمعة، وكذا المالكية. فهمت؟ زمان. وبعدين لما كثر تجرؤ الناس على المذاهب ونشأ المذهب الوهابي النحس وبدأوا يتجرؤوا على المذاهب وتأثروا برأي الأحناف الذي يشبه رأي الحنابلة الذي يشبه رأي الأحناف أن الجمعة تسقط الظهر مطلقا، فلقوا ناس بتصلي ظهر قالوا لهم انتوا مبتدعين، انتوا ضلالية، انتوا، وحصل خناقات. فالأزهرية علشان ايه مخهم واسع قال خلاص يا جماعة انت صلي الجمعة
بينك وبين نفسك، ما تعملش جماعة ولا بتاع عشان لا تثير جهل الجاهل وتضيع وقتنا في مناقشات ملهاش لازمة. فإيه فابتدت إيه الشافعية ما يصلوش الجمعة جهرا جماعة في المسجد، إيه لكن كل واحد بيصليها إيه بعد ما يخلص الجمعة أو بين الأذانين. مش بين الأذانين في صلاة؟ الشافعية يقوم يجيب لك صلاة الظهر في بين الأذانين دي لوحده كده في السر، ما حدش دريان بيه، دخلت نيتش انت ما تعرفش، لان الايه الوهابين عايزين يدخلوا في نيه كل ايه مصلي، فمالكش دعوه بيهم. يبقى الشافعيه عشان ايه ما يخشوش في جدال مع غيرهم عملوا ايه بقى؟ يصلي الظهر يا اما بعد ما يصلي الجمعه يصلي 4 ركعات الظهر وما يصليش جماعه عموميه في المسجد. لما تبقى مدينه كلها شافعيه بيعملوا ايه؟ الامام يسلم من الجمعة ويقيم الصلاة تاني ويصلي ظهر الناس على صفوفهم، لما يبقى البلدة كلها شافعية. فهمت بقى ازاي؟ علشان ما عندناش من يناكف ويجادل. وبالتالي هي المسألة كلها، هل الجمعة تسقط الظهر مع تعدد الجمعة مع كثرة المساجد ام لا؟ هو ده السؤال الفقهي. الاحناف قالوا تسقط، خلاص الحمد لله. أنا بقى لي أكتر من 20 سنة أو يمكن 25 سنة بصلي الظهر قبل ما أصلي الجمعة. قلت لكم؟ ما قلت لكمش، عشان مش عايز أشوشكم، لكن أنتوا سألتوا واللي سأل يزداد تكليفه، فأنت اللي جبته لنفسك. طالما سألت اتكلفت، فهمت؟ وعشان كده النبي كان ينهى عن كثرة السؤال لهذا الامر. فهمت بقى؟ لكن انت سالت عرفت اتكلفت اتشوشت، يا ترى اصلي ظهر ولا اصلي جمعه؟ طب واللي فات اعمل فيه ايه يا ترى؟ حيرت نفسك يا مسكين لانك سالت. ما كنت سالت وخليك حنفي وانت مش عارف انك حنفي والحكايه ماشي. فهمت ازاي؟ لكن على اي حال الشافعيه يوم الجمعه عندهم 6 فرائض وبالتالي ثوابهم أعلى. فهم؟ بيصلي 6 فرائض يبقى ثوابه عند الله إيه؟ أعلى كتير. طب وغير الشافعي بيصلي فرض 5 فرائض والسنن المتعلقة بها، يبقى مين اللي سابق في الأجر؟ الشافعية. لو لم أكن شافعيا لوددت أن أكون شافعيا. كل المذاهب بتقرأ التشهد على أنه سنة بالصلاة على النبي فيه، كل المذاهب. الشافعي يقول لك لا، الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، لو لم تصلي على النبي صلاتك بطلة. يبقى الصلاة على النبي في صلاة الشافعي ركن، ياخد ثواب الفريضة. فهمت بقى؟ وغير الشافعي بياخد ثواب السنة. فهمت بقى الفرق؟ عرفت بقى لينا احنا اخترنا مذهب الشافعي أو ربنا اختاره لنا وجاب لنا الشافعي يموت عندنا في مصر عشان يدفن في سفح المقطم واحنا نسكن في المقطم عشان نبقى مسنودين على امامنا؟ لكن على اي حال الامر بسيط وما تعملهاش مناقشات كبيره مع الناس وتقلق الناس، فالامر واسع. فهمت؟ الامر واسع.